الخير. يوم السبت 31 أدار مارس آخر نهار بالشهر، كيف بده يكون؟ علما أنه اليوم القمر موجود ببرج الميزان، وفي عنا فول مون بتمام الساعة 4 إلا 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت. فكيف رح بتكون تأثيرات هالفول مون على كل الأبراج اليوم؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، هيدا القمر الفول مون وكأنه عم بيواجهك، وبالتالي في احتمال انك تشعر وكأنه في نزاع او خلاف او مواجهة مع شخص او حتى مع حالك، وبالتالي حاول انك تضبط اليوم اي انزعاج او اي استياء اذا حسيت فيه لحتى ما تنزع عطلة الاسبوع. وبتبقى المواليد الاكثر تعبا نسبيا اليوم هي مواليد شهر اذار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور، تأثيرات هيدي الفولمون عندك نوعا ما بتخليك تركض ركض، وكأنه عارف انه في شغلة لازم تشتغل عليها، ما كأنه في عطلة اسبوع ترتاح فيها، في شغل وفي ركض وفي مسؤولية معقول تكون طارئة. انتبه من تقلبات ايضا صحية، بعض موالي برج الثور يمكن يشتغلوا، عندهم شغل، عندهم درس كتير بهيدا بعطلة الاسبوع وبهيدا النهار. تبقى المواليد اللي بعتبرها شوي أكثر تعبا من غيرها هي مواليد شهر نيسان أبريل، باستثناء مواليد 20 21 22 نيسان أبريل، لأنه في عندها تأثيرات كتير حلوة من كوكب الزهرة فينوس. بنتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء، القمر الموجود ببرج الميزان صديق لك. طبعا اثنيناتكم بتنتموا لمجموعة الأبراج الهوائية، أضف إلى ذلك أنه هالطاقة بكاملة لأنه القمر فول مون، وبالتالي ما غريب اليوم مولود برج الجوزاء تكون من أكثر الأشخاص اللي سامعين ضحكتهم، اللي مبسوطين، اللي فعلا متفائلين متحمسين، وأنتوا الدينامو، وأنتوا فعلا يلي بتحمسوا البقية من حولكم. ما تستغربوا تكونوا محط الأنظار وأخباركم سارة، خاصة إذا كنتوا من مواليد شهر أيار مايو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، يبدو وكأنه اليوم مشغول مولود برج السرطان بحاله، مش معناتها بحاله هو بطريقة سيلفش أنانية، لا، مشغول بحاله ببيته، عم بيغير، عم بيزيد، عم بيضيف، عم بيهتم بأحبائه، عم بيدخل شيء جديد على حياته، وكأنك عم تستغل آخر نهار بالشهر، أو عم تستغل فينا نقول عطلة الأسبوع، هيدا نهار الإجازة، لحتى تهتم بحالك. بس بدك تنتبه فقط من بعض المزاجية. تبقى المواليد يلي عندها شوية معاكسات أكثر من غيرها هي مواليد شهر حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد. تأثيرات الفولمون على مولود برج الأسد منعشة، منشطة جدا جدا، محمسة، تجلب لك التفاؤل، تجلب لك الحماسي، تعتبر من الأشخاص الديناميكيين جدا، يعني وانت في بقية الأبراج فيها تتكل عليك لحتى تمشي الأمور المطروحة اليوم. على كل اليوم نهار ما بتهدى فيه، الطاقة الموجودة ممتازة. بتبقى المواليد اللي بعتبرها أكثر حظا من غيرها مواليد تموز يوليو، بعدها كمان 15 16 20 و 21 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لك، حاول اليوم مولود برج العذراء انه تكون كتير موضوعي، تكون عارف تماما تقيس الامور، تعمل لها ايفاليويشن، تقيسها، تقيمها بطريقة كتير موضوعية من دون ما تتاخد باي كلام معسول. مطلوب منك ايضا تنتبه لمصروف معقول فجأة يطرأ منك عامل له حساب. بعض مواليد برج العذراء يمكن يطلبوا مساعدة او خدمة من حدا. الأكثر تعباً هي مواليد 8 و9 أيلول سبتمبر، بينما الأكثر حظاً 31 آب أغسطس 1 و2 أيلول. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان، هيدا القمر بدر ببرجك، مرة بالسنة بيكون قمر بدر ببرجك، هيدا شيء كتير مهم لأنه يسمح لمولود برج الميزان ينهي شهر أدار مارس بطريقة كتير ديناميكية سريعة وذكية أيضا، شرط أنه ما تتسرع، وأيضا بيسمح لك أنه تبدأ بعلاقة أو تبدأ بمشروع أو تشوف العلاقة كانت مهنية أو عاطفية أو يمكن اجتماعية، تشوفها من منظار مختلف. بعض مواليد برج الميزان اليوم عندهم قرارات مهمة، فما تتسرعوا، فكروا فيها قبل ما يكون عندكم أي قرار.
تبقى المواليد يلي في عندها حظوظ نسبية هي مواليد 16-17 ل خلينا نقول ل 22 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب هيدا الفول مون بالنسبة لإلك ما بيناسبك، هيدا الفول مون يبدو وكأنه عم بيضوي على نقاط الضعف اللي عندك إياها، يمكن تكون نقاط الضعف الصحية بالشغل بالعمل بكتير أمور، ما معناتها أمور سلبية، بالعكس تماما، يمكن تقعد بفترة هالهدوء والخمول الموجود اليوم وبكرة تفكر بحالك، تفكر إنه شو هي فعلا هالنقاط الضعف، شو بقصد، وتطلع بقرارات يوم على الأرجح الاثنين والثلاثة. إذا يوم نهار لتاخده على مهله، ما تستعجل، ما تحسم الأمور، وحاول ما تغرق حالك، حاول ما تعرض كتافك، هيدا نهار بطيء جدا بالنسبة لإلك ما بيساعدك، انتبه من الالتباسات ومن الفوضى خاصة إذا كنت من مواليد أكتوبر. بكمل مع برج القوس. تأثير الفول مون كتير إيجابي عند مولود برج القوس، وكأنه بدنا نضيف نشاط وحماسي وتفاؤل وحظوظ لإلك، وبالتالي اليوم فينا نقول إنك مفول. اليوم مولود برج القوس فعلا ما عطي فرحته لحدا، تستحق إنك تفرح وتنبسط لأنه عانيت من الأمرين لفترة كتير طويلة. اليوم نهار حلو لحتى تنبسط فيه وتفرح فيه مع أصدقائك وأحبائك واللي بهمك أمرهم، أو حتى أنت تهتم بحالك وتدلل حالك. الأكثر حظا وهن كتار مواليد 3/4/2021 ديسمبر، وبدي ضيف عليهم 30 نوفمبر. كمل مع برج الجدي. انت بتعرف مولود برج الجدي انه اليوم نهار ما رح يكون كتير كتير على ذوقك، هيدا نهار اذا مفكر انك ترتاح وما تعمل شيء وتدلل نفسك، هو لازم تدلل نفسك لانه نهار متعب ومتقلب، لكن على الارجح في عندك 100 شغله تشتغل عليها، امور صعبه، امور ثقيله، امور ملبكه، يمكن بتخصك، يمكن يصير في تنافر بالاولويات، فجاه الشغل متطلب او الدرس، ومن ناحيه ثانيه امور شخصيه، حاول تتعامل مع الامور بكثير منطق، اعطي صاحب الحق حقه، وبعد عن المشاكل، وما تعمل مشكل خاصه مع حبي، ما تعمل مشكل مع حدا اليوم، طول بالك. بعد عن السرعة، التسرع، المشاكل، المجازفات كليا. مولود 30/31 ديسمبر، 11/12 جانيوري كانون الثاني يناير. بكمل مع برج الدلو. نهار رائع لمولود برج الدلو، مش بس اليوم بتقدر تنهي شهر بطريقة ممتازة، بكرة أيضا بتقدر تبدأ شهر جديد بطريقة ممتازة أيضا. اليوم نهار ممتاز، اليوم أنت من الأشخاص الأكثر حظا، اليوم نجمك كتير قوي، من الأيام الممتازة يلي ما في شيء بيعصى عليك، اليوم كل شيء ممكن، ما في شيء مستحيل على الإطلاق، فشوف شو بدك تعمل، حط الأولويات، اشتغل على الأمور المستحيلة وتابعها، عندك يومين ممتازين، خاصة مولود 31 كانون الثاني يناير، حتى فينا نزيد عليهم 30 كانون الثاني يناير، 11/13 شباط فبراير. وفيني اقول بصراحه كل مواليد كانون الثاني يناير عندهم حظوظ اليوم. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت من بعد ما مر عليك يومين ما كانوا مرتاحين، كانوا مثل الرولر كوستر، طالع نازل طالع نازل، ما عارف حالك شو القصه، ما عارف فلان شو بده، اليوم نهار تستقر فيه الامور نسبيا، تاثير الفول مون عليك مقوي وداعم بالنسبه لإلك. ما كتير يعني تشد ايدك، لكن اكيد افضل من امبارح. هنالك مجال لحتى اليوم اذا انت اردت تصلح الامور تقدر تصلحها وتردها لمجراها الطبيعي، لكن شرط انك انت تاخذ المبادره. الاكثر حظا نسبيا 12/14 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. سنه كتير مهمه لمولود اليوم، واضح وكانه هيدي السنه العلاقه مع أشخاص، مع بروجيات، مع مشاريع، مع يمكن حتى صفقات أو أنت عم تتعامل عليها، فبدك تنتبه مع مين عم تتعامل، أيضا تنتبه على استقرار علاقاتك المهنية والاجتماعية والعاطفية. نيسان، أبريل، أب، أغسطس، ديسمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. شكرا لك كارمن على بداية عالم الصباح. خليكن معنا مشاهدينا، طبعا بعد نهارنا بأوله، إنما رح ناخد بريك ومن بعدها نرجع منتابع، منكون مع ديكو ديزاين وجو.